ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول بصائر القرآن العظيم وقوفا مع قول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تعلمون أن هذه الآيات المباركات قد كانت تعقيبا على قصة البقرة في سورة البقرة، مما سبق بيانه على حسب قدر المستطاع في الحصص السابقة. البقرة آية، أنا لا أتحدث عن سورة البقرة، وإنما أتحدث عن رمز البقرة بالشكل الذي تحدثت عنه قبل، حينما قلنا إن كلمة البقرة باعتبارها تسمية لصورة لا تعني بقرة الحيوان المعروف. صحيح، أؤكد مرة ثانية حتى لا أفهم خطأ، صحيح أن القصة فيها بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأذكر مرة أخرى، حينما انتقلت اللفظة إلى أن تكون علما اسما علما على الصورة لم تعد لها تلك الدلالة. كالأسماء، ولله المثل الأعلى، كالأسماء في أمور حياتنا. لو تدبرت أسماء كثير من الناس ذكرانا وإناثا لوجدتها في الأصل تعني شيئا، ثم نقلت من دلالتها اللغوية المحضة إلى دلالة عالمية، الاسم العالم. حل مثلا معاوية في العربية هو الديب، ذئب. فطبعا حينما نسمي ابننا أو أخانا أو فلانا معاوية، مش معناته نعيط له الديب، فلذا ليس هذا المقصود. نقلت التسمية من الدلالة اللغوية الأصلية باش تولي علم، علم معاوية شخص معين. وكذلك كانت العرب تفعل، وهذه هي لغتها. وإنما نزل القرآن بلغة العرب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: على معهود استعمال العرب، يعني بالطريقة باش استعملوا العرب لغتهم، بهذه الطريقة نزل القرآن، استعمال لغتهم في كلام الله جل وعلا، أي استعمال الرحمن سبحانه وتعالى كلام العربي، أعني لغة العربي، ليتكلم بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله القديم. وكثير الأسماء ديال الذكور والإناث اللي هي يعني في الأصل أسماء أشياء أو أسماء معان أو أسماء دواب أو حيوانات أو أوراق أو أشجار أو فصول إلى غير ذلك، كما تسمي ربيع وتسمي مثل هذه الأشياء، ولكن كتولي تعني شخص بعد ذلك. فالبقرة إذن في العربية هي الحيوان المعروف، وكذلك حينما وردت في نص الآيات الداخل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهي بقرة معينة. لكن سورة البقرة شيء آخر. سورة البقرة كما ذكرت قبل صارت لفظها هنا اسما عالما على صورة. هذا الاسم العالم اللي هو دال على صورة بأكملها في القرآن، هذاك الاسم هو آية. آية ماشي بالمعنى ديال آية من آيات القرآن بالمعنى الاصطلاحي الخاص اللي كيتعد الآية رقم 1 والآية رقم 2، كلا، ولكن آية أي علامة من علامات الله التي نصبها للعباد ليدلهم بها إلى الطريق المستقيم. كما يكون القمر والشمس آية، إن القمر والشمس آيتان من آيات الله كما في الحديث الصحيح: سنريهم آياتنا في الآفاق، فهي يعني حوادث الكون وحقائق الطبيعة والكون والفلك، هذه آيات. وكل شيء من الخلق إلا وهو آية دالة على الله. أنت آية وأنا آية، والحجر آية والشجر آية والماء والهواء، كل شيء خلقه الله آية، علامة. وآية ملكه، علامته دالة عليه، على أنه ملك حقيقي. أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. آية الملك أي العلامة. فإذن البقرة هنا آية بهذا المعنى، علامة. من أخذ بها أي بمعناها
وصل بإذن الله إلى الله جل وعلا. وتكلمنا على هذا المعنى أنه معنى الطاعة بمعنى الرضا وعدم الاستدراك على الخالق جل وعلا. ما تقولوش ولكن كما كان بنو إسرائيل يستدركون على ربهم وعلى موسى فأنزل الله فيهم ما أنزل من عذاب وغضب فباءوا بغضب على غضب والعياذ بالله، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بينما قالت هذه الأمة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمقصود بالآية إذن هذا المعنى، هذا المعنى آية، من أخذ به كان من الطائعين الذاكرين الخاشعين الواصلين، الواصلين إلى الله جل وعلا على بصيرة، على بصيرة. إلا أن بني إسرائيل كما علمتم ما أخذوا بالآيات، كفروا بالآيات، ولو أخذوا بهذه الآية فعلا لرقت قلوبهم إلى يوم القيامة، ولكن مع ذلك ما أخذوا بهذه الآيات، أي أن قصة البقرة لم تفعل فعلها فيهم ولم تؤثر إلا قليلا قليلا قليلا، قضى عليه تقادم الزمان بعد ذلك بيسير، يعني حينما بعدت بينهم وبين آية ربهم التي هي قصة البقرة بعدت الشقة بينهم وبين الآية وتمادى الزمن قليلا نسوا حظا مما ذكروا به. ولذلك قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد أن رأيتم الآية قست قلوبكم، واستعمل ثم التي تدل على التراخي والترتيب، يعني أنه كانت واحد الفترة انبهروا بالآية وتعجبوا، ولكن القلوب ما أشربت آيات الرحمن، وإنما أشربت الكفر، أشربت الكفر. هذا التعبير القرآني العجيب أشرب الشيء يدل على مخالطة الشيء للشيء على سبيل التخالل، كتقول مثلا الثوب أشرب لون البياض أو لون الحمرة، الصباغ اللي صباغ الأثواب أو صوف، ويجيب صوف بيضة مثلا ويدخلها في صباغة حمراء حتى تشربها، يعني هذه الصوف كتشرب الحمرة فتكون الصوف قد أشربت حمرة، هذاك الصباغ يشربها أشربت حمرة. فوقاش كنت استعملوا هذا التعبير ديال الإشراب، من اللي تشد الصوف من بعد ما تحمر وتغسلها، تغسلها وكتبقى حمراء، فصارت الحمرة جزءا من الماهية، يعني ولت الحمرة في هذاك الثوب جزء منه، ماشي واحد الحمرة عابرة تغسلها تصبنا وتولي بيضاء، هذه ما أشربت، إلا صبنتها ولت بيضاء إذن ما أشربت حمرة، ما أشربت، وخدت صبغت بالحمرة ولكن ما أشربت حمرة، لأن ديك الحمورة غير بحال تقست بالحمورة، الصباغة ما كانت الصباغة ديال المعلم اللي خليها تولي الصوف والحمورة حاجة واحدة، لا يمكن أن تنزع عنها حمرتها إلا بعد أن تمزقها وتحرقها، عندك الساعة تسال الحمورة، ما تسال الحمورة حتى تسال الصوفة، وما تسال الصوفة حتى تسال الحمورة، فصارت الذات واللون شيئا واحدا، كيتسمى تما أشربت حمرة. هؤلاء أي بنو إسرائيل ما أشربوا الإيمان في قلوبهم، ما أشربوا الإيمان، دخلهم الإيمان ولكن ما أشربوه، ما تخلطش الإيمان مع القلوب ديالهم حتى ولا الإيمان هو القلب والقلب هو الإيمان، ولكن مع الأسف وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كما قال الله عز وجل فيهم وهو العليم الخبير، وهم أتباع موسى هذو المسلمين ديالهم ماشي الكفار، ولكن مع ذلك حينما عبدوا العجل في تلك الأيام 40 ليلة التي جعلها الله ميقاتا لموسى عليه السلام، وخرج موسى وفعل ما فعل ونكل بالسامير إلى آخره، ورجعت بنو إسرائيل رجعت إلى الله جل وعلا، وخرجوا بقي عندهم حنين في القلب ديالهم للعجل، يشتاقون إلى تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل ويحنون إلى ذلك، وبقيت محبة العجل في قلوبهم راسخة، راسخة ذرية عن ذرية إلى يوم القيامة، ولم تزل يهود إلى زماننا هذا تحب العجل من حيث هو رمز للثروة، لأن ذاك العجل اللي صنعوا السامري صنعوا من الذهب، من الحلي، من الذهب،
والذهب اليوم هو معبود اليهود في العالم. الذهب بإشكاله العصرية، الذهب المعدن، الذهب المال، الذهب البترول، كل شيء مما في معنى الذهب هو معبود يهود في هذا الزمن. ومن عبد مثل هذه الأشياء شارك اليهود في صفتهم. ولهذا السبب يذكر الله جل وعلا قصص بني إسرائيل مفصلة لنخاطب بها نحن، أما هما لم تصلح لهم في شيء، لأن الكفر صبغ قلوبهم وأشربوه، فهم ميؤوس منهم إلى يوم القيامة، وباءوا بغضب على غضب، كملوهما. ولكن قصص بني إسرائيل في القرآن مفصلة، مفصلة للمسلمين لا لغير المسلمين، حتى نعرف أدواء بني إسرائيل، الأمراض ديال اليهود، فلا تبتلى بها الأمة. وإذا ابتليت بها في بعض أطرافها أو في بعض مراحلها التاريخية فلتعلم أن النتيجة تكون عن المقدمة. هذه البدايات باش بدأوا اليهود أعطتهم النتائج، فإذا صارت فينا بدايات مثل بدايات اليهود تكون فينا نتائج اليهود حتما، نسأل الله العافية. وذلك ما يسمى بالسنن الإلهية في القرآن، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنن ثابتة، سنن ثابتة قاطعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة. قبل أن نتحدث عن هذا المرض، مرض القسوة، أحب أن أتحدث عن هذا التشبيه البليغ العجيب الذي استعمله الرحمن جل وعلا في القرآن. فهي كالحجارة، استعمل جل وعلا تشبيه قلوب بني إسرائيل من حيث قسوتهم بالصخر الحجارة، لما عاهدته العرب في التعبير عن القساوة بالحجارة، وما زالت كذلك اليوم. ما زال الناس مسلمين الآن حيت يبغيو يوصفوا شي واحد اللي قلبه قاسي يقول له قلبه بحال الحجر، حجر عندنا هو رمز الشدة والقسوة. استعمل الله جل وعلا ذلك لنفهم نحن، لأن هذه القساوة هي قساوة شكلية، قساوة الحجر هي قساوة شكلية ماشي معنوية، بينما قساوة قلوب بني إسرائيل معنوية ماشي شكلية، لأن القلب ديال الإنسان هو غير اللحم، عضلة تضخ الدم، ما كاين قسوة، تشدو تخبزو بيدك، بينما الحجر صلب شديد، ولكن قلبه هو قلب الحجر أرطب من الحرير. ولذلك قال عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، أي يتشقق، حذفت التاء للتخفيف، يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا من أرق المعاني الدالة على ما في الجبل الصخر الصلد الأصم الأبكام، كما نظن من إحساس ووجدان. إنسان سبحان الله العظيم المؤمن لا يرى في الكون عبثا. كان كنوا غادين في الطريق ولقاو صايق السيارة ولا كاميون ولا اللي كاين، أو راكب مع اللي صايق، وتلقى هذيك البلاكة اللي كتوريك الحجرة طايحة من الجبل، رد البال الحجر كيطيح هنا. يعني سبحان الله العظيم، يعني المؤمن لو كان يبصر لرأى في ذلك التساقط آية بالمعنى اللي ذكرناه على الآية. ولكن مع الأسف خدينا المنطق ديال الحياة كما جابوه لنا النصارى، كتبقى رد البال عندك الحجرة تطيح. وإنما كان الأصل أن تنظر إلى أن هنالك حجر يسجد خشوعا لله الواحد القهار. راه ما كاينش العبث المؤمنون، ما كاينش العبث في الكون، يعني شي حجرة كتطيح غير من رأسها، غير ما قال لها رأسها أنا تطيح، تحرك وتطيح، فقدت التوازن وطحت. هذا منطق مادي لا ندى فيه ولا روح، لا شيء في الكون، لا شيء في الكون يتحرك بغير علم الله. حجرة هي ورقة، ورقة تسقط من شجرة في الخريف ولا في غير الخريف، سقطت بعلم الله، الورقة الفلانية رقم كذا في الغوص من الفلاني، رقم كذا من الأغصان عددهم كذا في الشجرة الفلانية، رقم كذا من الغابة كذا، سقطت بعلم الله ولكن أيضا بإذنه، تعطاها الإذن باش تطيح كطيح. وإن لم نقل بهذا فمعناه أننا نخبيل عقيدتنا، نقلبوا العقيدة ديال الإسلام. أيمكن أن تسقط ورقة بغير علم الله؟ أبدا، وهو بكل شيء عليم، العموم والاستغراق للكليات وللجزئيات.
ثم إذا سقطت بعلمه أيمكن أن تسقط بغير إذنه؟ أبدا. أين الربوبية إذن؟ الربوبية الكاملة المطلقة. إذن تلك الحجرة التي تسقط من على الجبل سقطت بعلم الله وبإذن الله ولا تتحرك عبثا، يعني ما كاينش صدفة، حجرة جات طحت أبدا. لا وجود للصدفة العمياء في الطبيعة التي فطرها الله جل وعلا على عبادته والتسبيح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مسبحات، ذاكرات، الحجر والشجر والماء، كل شيء ذاكر لله مسبح. ولذلك أي حاجة تقع في الكون صغيرة ولا كبيرة فتلك حركة تعبدية، تلك حركة تعبدية، إما بالعبادة القهرية أو بالعبادة الاختيارية. وتكلمنا على هذا المعنيين بجوج في حصص سابقة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ينفع الحجر، نافع، ينفع الناس، سخر للناس. وإن منها لما يهبط هبوط، كما يهبط الساجد والراكع يهبط. وعلة الهبوط إنما هي الخشية، والخشية الخشية والخشوع هي أرقى مراتب التعبد التي يمكن أن يحصلها العبد، أي عبد. ولذلك كانت صفة الربانيين من العلماء، الربانيين إنما يخشى الله من عباده العلماء. قمة العبادة أن تكون من الخاشعين أهل الخشية. فإذا كان الحجر يهبط من خشية الله فقد بلغ إذن أعلى المنازل في عبادة الله. ما لم يبلغه كثير من الناس بلغه الحجر، هذا الذي نتهمه بالقساوة ونقول ليه الحجر قاسي، احنا اللي قاسيين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة على ما تتوهمون أنتم من أن الحجر قاسي. وإلا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وبدأ رب العالمين يعطيك خصال الحجر، انقل كلمة أخلاق الحجر. الحجر له أخلاق، له أخلاق الحجر، حجر له أخلاق، خلق التواضع لله، خلق الخوف لله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أنزله عليه لكان ذلك كما كان. شنو هو الإنزال عليه؟ ماشي يعني نزلوا يحطوا فوقك، لا، شنو هو المقصود؟ لو كان ذلك هو المقصود لقلنا لقد وقع على القرآن لما نزل أول مرة. في نزل على جبل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت على رسول الله بجبل النور بضواحي مكة، والجبل معروف اللي مشاو للحج وداروا الزيارة ديال المواقع الأثرية يكونوا شافوه، جبل حاد القمة صعب التسلق. تم نزل القرآن لأول مرة، ونزل كثير من القرآن في الكثير من المواقع الجبلية والحجرية، وما كيتحرك الجبل ما كيطيح حجر. فليس المقصود يعني الإنزال هنا بمعنى أنه نزل فوقه أبدا، وإنما المقصود بأن ينزل عليه، ينزل عليه تكليفه، كيولي هو مسؤول على هذاك القرآن باش يبلغه. تم الحجر غادي ترس. ولذلك أنزل على رسول الله، نقوله أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الجبل. وما أنزل على الجبل، ما أنزل على الجبل بهذا المعنى اللي استعمله القرآن الكريم، أنزل على محمد عليه يعني على مسؤوليته على دمته باش يبلغ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذه وعلى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. هذه وعرة وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا كما قلنا قبل، ظلوما لنفسه لأنه حملها ما لا طاقة لها به، وجهولا بطبيعة الرسالة والأمانة التي حمل، ظنها خفيفة ولكنها ثقيلة ثقيلة، كما قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وليس شيء أثقل من كتاب الله جل وعلا، الحرف منه يزن الجبال من تكليف، من المعاني، من الخيرات والبركات. فالجبل فعلا لو أنزل عليه القرآن أي كان مخاطبا هو، هذا الجبل مخاطبا بالأمر والنهي، مخاطبا بإمامة العابدين والتبليغ للعالمين، لنهد ولا تشقق. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تشقق،
خشوع ذلة وانكسار وخضوع لله، وتتشقق جنباته الكبرى وتنهار خشية وخوفا من الله جل وعلا. وقد تجلى الرحمن مرة للجبل في قصة موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل خسف به، تواطع دخل في الأرض، ما بقاش عنده قدرة على الامتداد في الفضاء لما وقع عليه من نور الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. ولذلك هذا الجبل بهذه المعاني هو من أعبد عباد الله الخاشعين، وخير خير خير من كل اليهود من بني إسرائيل ممن كفر بموسى وقسى قلبه بعده. هذا عن الجبل الذي نشبه به قلوب الكفار وقلوب الطغاة من المسلمين، مع أن الجبل خير خير من كثير من الناس، خير من كثير من الناس. وقد جمع الرحمن في قصص القرآن بصورة عجيبة بين أقساى ما نظنه قاسيا وبين أرق ما نحسبه كذلك في عبادة الله على سواء، وهو الطير والجبل. طير لطيف، طير حنين، فيه الشفقة وفيه الرحمة. وتشوفوا الطير من اللي كيحضن على أولاده كيف حاله من الشفقة والرحمة، بحيث قد يعرض نفسه للخطر في أحوال الصيد لمن لابس ذلك. إذا كانت الحمامة أو اليمامة أو أي طير من الطيور حاضنا على بيضه أو فراخه كيتعرض للموت وما يطيرش بسرعة. بل بعض الطيور مما خبرته يطير على الأرض. حل الإمام، الإمام كنت وأنا صغير نتذكر مزيان لما كان مشي ونفزعوه في العشاش ديالو، مسكين ما كيقدرش يعلي، كيبقى غادي في الأرض، كيطير بجناح ولكن كيخبط الأرض. نقولوا الإمامة كتفرفض، علاش؟ عندها البيض، لما تدير ديك الحالة تمشي للعش تلقى فيه البيض. رقة وعطف. وكلما أراد الرحمن أن يعبر بالرحمة أو الرقة والعطف استعمال الطيرة أو بعض أجزاء الطير كالجناح. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمن. طير رحيم، كذلك هو في الطبيعة وكذلك هو في فهم الناس، لأنه ملاحظ رب العالمين بغى يقول لنا راح تجبل بحال الطير في الرحمة ولكن ما كتشوفوهاش، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك جمع بينه وبين الطير، أي بين الجبل وبين الطير، كلما ذكر داود عليه السلام ربه: إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وفي الآية الأخرى: يا جبال أوبي معه والطير. يحكيه المفسرون أنه شيء عجيب جدا، كان داود عليه السلام حسن الصوت بالقرآن، زبور تسمع حتى هو القرآن. وفي حديث صحيح: يسر القرآن على داود، فكان يقرأه بينما يسرج دوابه. كل الكتب السابقة تسمى قرآن من حيث هي تقرأ، لكن كلمة القرآن لما تطلق بهذا الشكل المفرد تعني كتاب الله الخاتم اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان داود عليه السلام إذا قرأ القرآن خشعت الأصوات كلها لقراءته، لا طير ولا صخر ولا شجر ولا حجر إلا رقى لقراءته وردد معه. هذه معجزة من المعجزات اللي اعطاها الله لسيدنا داود، يردد معه الذكر والتسبيح. يا جبال أوبي، أوبي أرددي وارجعي الذكر. داكشي اللي قالوا عاودي قولي حتى انت، قال سبحان الله، يا جبال حتى انت قولي سبحان الله، وهكذا التأويب الترجيع والترديد. وكذلك والطير، أي ويا أيتها الطير أنت أيضا ارددي تسبيحات داود والآيات التي يقرأها داود. حتى إن الطير كان يمر في السماء، فإذا وقع على سمعه قراءة داود خفق بجناحه في السماء ولم ينطلق، وجعل يردد في مهرجان التسبيح والذكر لله الواحد القهار. هذا المعنى هذا يعني كان خاص بسيدنا داود عليه السلام بواحد المعنى، وليس خاصا به بمعنى آخر. لا يزال الأمر كذلك إلى يوم الناس هذا، من كان خالصا لله مخلصا في ذكره وتلاوته كان شأنه شأن داود بوجه لا بكل الوجوه. كيف ذلك؟ داود عليه السلام فين كاين المعجزة دياله؟
المعجزة دياله هي أنه هو داود كان يفهم، كان يفهم ويصله معنى ما تقوله الجبال وما تقوله الطير في أحوال الذكر، كما كان سليمان عليه السلام قد علم منطق الطير ومنطق كثير من البهائم والحيوانات والإنس والجن، لكن داود عنده خصوص في أحوال الذكر. في أحوال الذكر كيف بدي يسمع أذكار الجبال وأذكار الطيور ويجد أنسها وترديدها واجتماعها عليه، أنك تجمع والطيرة محشورة، هذا نصون قطعي الدلالة في هذا المعنى، كتجمع الطيور عليه، شيء غريب جدا. الآن وعبر التاريخ، تاريخ الدين وتاريخ الإنسان، كلما كان أهل الصلاح يذكرون الله جل وعلا، إلا كانت الأشياء مما خلق الله من الحيوان أو الأشجار أو الأحجار تذكر الله معك. لكن الفرق بينك وبين سيدنا داود أنك أنت لا تفهم ذلك ولا تسمعه، لأنه الفهم والسماع أعطي لداود معجزة، معجزة هذه. أما المؤمن، أي مؤمن إذا صدق الله جل وعلا في ذكر الله فإن الأشياء تسبح الله تعالى بتسبيحه، ويكون هو يعني هذاك الإنسان الذاكر، ويكون هو لها إماما حلك يصلي بها. ولذلك المؤذن كلما أذن كانت كبيره وتهليله ترجعه الأشجار والأحجار ما وصله، كلما وصل الصوت ديال المؤذن كل شجر أو حجر أو أي شيء وصله صوته اردد معه ذلك الذكر من التكبير والتهليل وغير ذلك من المعاني الواردة بالأذان. وكذلك القرآن، وكذلك كل شيء، كل شيء حولك، حتى السواري بالمسجد، حتى الأحجار، حتى المياه، كل شيء يتأثر لذكر الله جل وعلا ويصله معناه ويردد ما شاء الله له أن يردد، ويكون لك أيها الذاكر أجر ما ردد معك من الشجر والحجر. ولذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله في المؤذن: والمؤذن يغفر له مد صوته، مد صوته يعني قداش ما جبد الصوت ديالو مددو راه المغفرة كتنزل. ثم ما يقع عن الصوت بعد ذلك من أصداء تصل إلى أي مكان مما أوصله الله جل وعلا إليه. ما كاينش العبث في الكون دير الرحمن، المخلوقات كلها عاقلة. وقلت مرارا تعريف مناطق الإغريق للإنسان على أنه حيوان ناطق هذا تعريف مادي أعمى، لا يعتبر الروح، ما كيعتبرش الروح حيوان ناطق. الناطقية تقع بأي شيء، بوعيين، بعقلين، وبإرادة تفهم. هذه الأمور هذه تتجلى لنا فيما بيننا نحن معشر بني آدم، كنتفهموا بيناتنا بها، عندنا الفهم بأننا نعقل الأشياء عقلا ونعبر عنها بالنطق، لكن لا نجدها في غير بني آدم من البهائم، ولكن لا نستطيع أن ننفيها. الذي ينفيها يتصور الغيب، يتصور بحال كيطلع في الصور، كيطلع الغيب اللي ماشي شغله، نقولوا له الغريزة، نقولوا كذا، كلها تعبيرات موهمة متوهمة، كلها موهمة توهمنا ولكنها متوهمة هي أيضا. وقد ذكر الله البهائم والحشرات في القرآن والحوت، وكثيرا من خلق الله ذكر أيضا في الحديث على أنه عاقل، بل أعقل من كثير من بني آدم وأرشد منه وخير، كما في قصة النملة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هيا ولات تقول، ولات حتى هي ناطق. فهذا الفصل اللي كيسميه المناطق فصلون، يعني يفصل بين الإنسان وغيره، تعريف الجامع المانع، ما بقى شيء. فصل الناطقية لم تعد فصلا، صارت النملة تنطق. فما الفرق إذن بين النملة والإنسان؟ إذا كان الإنسان حيوان ناطق، حتى النملة ولات حيوان ناطق. والهدهد في قصة سليمان، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. واعية بنفسها، واعية بقومها، واعية بالخطر الآتي، وواعية بطبيعة هذا الخطر وممن سيكون، عارف التفاصيل بأنه سليمان وجنوده، شيء غريب جدا. فلذلك يعني صعيب جدا في المنطق القرآني نقول الإنسان وحده عاقل، بل صارت النملة عاقلة أيضا.
والأرض والجبال والسماوات، يعني ما العقل؟ شنو هو العقل؟ الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه. وصدق حكيم الغرب اللي كتب الإنسان ذلك المجهول، هذاك أليكسيس كاريل، الإنسان ذلك المجهول، أجهل الخلق بالإنسان الإنسان. باش يعني الإنسان سبحان الله العظيم فيه الكبرياء والطغيان، نصب راسه هو حكم وكيفهم على العالمين، على الأحجار والأشجار. هذا منطق الفلسفة الغربية كدير، لأن الفلسفة الغربية المنشأ ديالها أنها تمجد الإنسان، ردته إله يعبد من دون الله الواحد القهار. المنطق ديال الفكر الأوروبي بصفة عامة، واللي انتج هذه السياسة العوجة ديال أوروبا وأمريكا، من راه هذاك الشيء تولد من الطبيعة ديال طريقة التفكير ديالهم، أن الفكر الغربي منذ القديم نصب الإنسان إلها، وعلاقة الإنسان في الفكر ديال النصارى واليهود من زمان، علاقة الإنسان بالله علاقة المصارعة والصراع والتنازع. ولذلك الرحمن كيعلمنا الأخوة مع الكون، نتآخى مع الأشجار ولا نتصارع. تلقى التلاميذ في الثانوي كيقول لك يتحدى الطبيعة، يتحدى الطبيعة، ما الطبيعة؟ هي سنن الله في الكون، أتتحدى سنن الله في الكون؟ لا تستطيع. الوهم، الوهم ملي كيجيهم الإعصار ويشطب منهم الآلاف ويقول لهم يتحدون الطبيعة أنا إذن، ويطلع صاروخ في السماء قصديرة غادية ويضربها الله تعالى بما شاء وكما شاء متى شاء، يتحدوا الطبيعة هذه الساعة. وهم، لو كانوا يتحدون الطبيعة حقا يتحدوا الهرم ما يشرفوش، ما يشرفوش، مش يقولهم ما يموتوش، لا ما كين بس يموتوا، ولكن ما يشرفوش، يهرمون سبحان الله، ويذبلون كما تذبل الأوراق، علماؤهم وجهلاؤهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، كبراؤهم وتبعاؤهم، كلهم الناس. المؤمن علمه القرآن أن يتآخى مع الحشرات، مع المياه، مع الحوت، مع الأوراق، مع الأشجار، مع الرياح، مع كل شيء مما خلق الله على فطرة، أن يتآخى معه الإنسان. فإذا كان منه ضر أو شر، أي من بعض المخلوقات، فيلتجئ العبد آنئذ إلى الله مستعيذا بالله من شر ما خلق، ويجد الراحة والسكينة والطمأنينة. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوت أنه يستغفر لمعلم الناس الخير. الحوت يعني واعي ويعلم أن هنالك في الأرض عالم ومتعلم، وهنالك شرير وخير، وهنالك الحق والباطل. الحوت في جوف البحر والنملة في جحرها. الإنسان ما عايش في كون بكم، بل كون واعي. كل شيء حولك أيها المؤمن، إن كنت مؤمنا بالله حقا، كل شيء حولك واع حي، كل شيء حولك حي، لأنه مخلوق لله الحي المحيي سبحانه وتعالى، وذلك من مقتضيات اسمه الأعظم الحي القيوم جل وعلا. من هنا إذن كانت الحجارة إذن خلقا مظلوما عند كثير من الناس، ففضلها الله جل وعلا على كثير ممن خلق تفضيلا، وفضلهم على بني إسرائيل من بعد كفرهم وطغيانهم من بعد كفرهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. أما قسوة القلب فذلك مرض صعب جدا والعياذ بالله، سببه الابتعاد عن الذكر. الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا كان قلبه حيا لينا رطبا من ذكر الله جل وعلا، وإذا غافل عن ذكر الله فإن هذه الغفلة لا تزال تتراكم يوما بعد يوم بعد يوم، حتى يجد بينه وبين ذكر الله حواجز من الحجب الكثيفة تصده عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني كيوقع الإنسان، وهذا مشاهد ومجرب، كيكون ذاكر يذكر الله بالقرآن وبالأذكار وبالصلوات وبما شاء من أعمال الخير والبر، واحد النار كيعجز، الشيطان يقدر يوسوس له ويعجز على هذاك النار، ما يديرش فيه هذاك الذكر ديال غضام اللي كيبغي يعاودو، كيوجد راسو تقل من البارح. وهذه جربها في الصلوات وصلاة الفجر بشكل خاص، كل الأذكار ماشي غير الصلوات، كل الأذكار، القرآن، الصدقة، إلا بنادم مولف كيتصدق كتسهل عليه. مرة واحدة كيلقى يدو مشات للصدقة، دازت عليه واحد المدة ما تصدقش كيتقال عليه،
وذاك شحال مره الشيطان كيجي وهمك كيقول لك واحد اربع ايام ولا خمسه مزيان راك صليت الفجر بشكل مسترسل نهار على نهار نهار على وهذا النهار ارتاح بعد غدا تنوض مزيان اليوم صباح ناعس ما كاين باس ولكن بعد غدا تنوض هو هذاك سبحان الله العظيم وبالتجربه وحديثه عن نفسي الغد لي هذا النهار ما صليتش اللي من بعده كتلقى الجسم ديالك تقال اكثر من ديالك البارح طول الامد الزمن يفعل فعله في القلب ما حدك تقرب وانت تخفاف راه العكس تماما النظريه الشيطانيه خاطئه اللي كيقول لك ترتاح العباده بالعكس العباده ملي ترتاح فيها كتقل لما تواصل تواصل دير القليل ما ديرش اكثر من جهدك دير القليل ولكن واصل ملي تواصل تلقى راسك كتخفاف 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 تولي العباده عندك بحال التنفس اي حركه كديرها في الجسم ديالك كتعابيها الا التنفس ما كتحس به تتنفس وانت نائم وانت مستيقظ تتنفس وانت تتكلم وانت صامت كل الاحوال تتنفس لان حركه لا اراديه ما كتشعرش بها كذلك تصبح العباده بالنسبه اليك لكن في مرحله من المراحل كما قالوا يبدا الانسان حاملا فينتهي محمولا يعني يبدا حاملا للتكاليف هذا الصلاه في البدايه بنادم عاد بدا يصلي كتبدا تجي هذيك الصلاه فيها بزاف ها الصبح الظهر ها العصر المغرب العشاء بزاف وحده مورا وحده وحده مورا وحده كيبدا يحس بالتراكم ديالها والتواتر ديالها ولكن اليوم على غدا على بعده كينسى هذا الشيء كيولي النهار اللي ما صلاش شي صلاه ماشي هو هذاك خاصو شي حاجه في مخه ما عارف مالو ما كيلقى راسو يلقى راحته حتى كيتفكر باللي راه ما صلاش ويجري يصلي عاد كيرتاح فكان يحمل العباده فصارت العباده بعد ذلك هي تحمله حل ركب ماشي هو مركب فلهذا الامر قال جل وعلا ثم يعني طوالت المده بينكم وبين الايه قست قلوبكم من بعد ذلك وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى مفصلا في آية أخرى ونصح المسلمين من هذه الأمة ألا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من طول الأمد وذلك قوله جل وعلا الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقست قسوة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون طال عليهم الأمد طوال الزمان بينهم وبين الكتاب بين الحق بين الآيات انقطع العمل ديال الخير كان كيقول يوم غضى يوم غضى يوم غضى حتى تكلس القلب دياله جفا وتكلس وخا هو كتلقاه عارف التوبه وباغي التوبه ما قدرش لانه ديك المده اللي بينه وبين الخير خلات القلب ديالو يقسى قاسيا قلبه صار خاسيا لا يطاوعه انت باغي تقود قلبك ما بغاش يتقود لك لا يطاوعك لانه صار قلبا قاسيا بسبب ما جفا نبع الذكر والقران فيه يبس قحط سنوات زمان ديال القحط داز عليه فكتولي الارض ديالو صلبه ما كتبغي تحرت ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره ما كتبغي تحرت الميان للذين امن الم يعني كتخفف ورش يعني يعني واش مازال ما جاش الوقت ايها المؤمن يا عبد الله باش ترجع لله فوقاش غيجي وقتك انت الميان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وها هو ذكر الله جل وعلا بين ايدينا وما نزل من الحق وهو القران العظيم ولا يكون ردوا البال يوقع لكم كما وقع لبنو اسرائيل ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد بقوا اليوم غدا اليوم غدا فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه مرض القسوه مرض صعب جدا حقيقه اذا بعد الانسان عن الله وطال العهد به بينه وبين الذكر وبين الخير يكون قد أصيب بأمرين جوج المشاكل كتوقع للي بعد شقة بينه وبين الخير المشكلة الأولى أنه يعني الآثار ديال القرآن وديال الذكر وديال الصلاة ما كاينش في القلب دياله بحال الشتينة ما طاحت شيء على الأرض سنوات تلقاها قاسحة ها واحد هذا الأمر الأول اللي كيخلي القلب دياله يقسى الأمر الثاني الرواسب ديال الذنوب هل هذيك طوب صغير ولا بعض
الحيوانات ولا بعض الأشياء كتموت وتيبس وكتبدا تغلف بالأتربة ليوم وغدا حتى كتحجر سبحان الله العظيم كتولي حجرة. فهذه الرواصب تحجر وتكلس الأشياء تماما، الذنوب كذلك تكلس القلوب وتحجرها. لا الذكر قريب باش يعرف منين يولي ويعرف الطريق منين يدوز، ولا هو بقى يعني لا يرتكب المناهي والكبائر بل غارق في الذنوب والآثام، فنزلت به مصيبة على مصيبة، مصيبة البعد عن الله والذكر وما نزل من الحق، ثم مصيبة الانغماس في الشهوات والحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث العجيب، وقد سبق الحديث عنه في وقت من الأوقات: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يمثل لنا هذه الحقيقة بمثال الحصير الذي يصنعه الصانع عن طريق ضفر اليافه وسعفه، نضيف اللي الضف باش كيصوب الحصيرة ولا القفاب، إبليس شيطانك، شيطان نعوذ بالله من إبليس يشتغل بضفر الذنوب كيضفرها لك على القلب ديالك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير، يعني ايش دخل الحصيرة والقلب؟ يعني الذي يتدبر ويتفكر. علاقة الحصير ها هنا علاقة نسج منسوج مضفور، فطبيعة الذنوب أنها تتراكب وتتناسج بعضها مع بعض وبعضها فوق بعض، وكتشد وتولي بحال التوب ولا بحال الحصيرة واحد. إلى شديت الحصيرة وحليتها من الوظيفة ديالها كتولي عود عود عود، سهل كتقطع بالواحد بالواحد، ولكن إلى عندك غير صمتة واحدة ديال الضفيرة جبد حتى تعيا تجرح يديك وما تبغيش تقطع لك. فما بالك إذا كانت هذه الذنوب كالحصير، ماشي غير بحال صمتة ديال الحصيرة، كالحصير وغلفت القلب، أنى لهذا القلب أن ينفك منها. ولذلك يوصل القلب والعياذ بالله واحد درجة ديال الإسوداد بسبب تكاثف النسج عليه، أنه يصبح أسود مربادا مجخيا كالكوزي حال البريق اللي كتطبخ فيه القهوة ولا تي وما كتغسلوش ليوم وغدا وبعد غدا حتى كيدير قشرة ديال الأوساخ، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما كيبقى يفرق ديك الساعة بالحق والباطل ولا بالحلال والحرام، لأنه هو كله أشريب الوسخ ولا هو الوسخ حاجة واحدة، الوسخ هو هو وهو هو الوسخ والعياذ بالله، مجخيا بسبب كثرة الذنوب. هذه هي القسوة، قسوة تكلس. فإذا البعد عن الله، عن الذكر وارتكاب المعاصي أمران يسببان قسوة القلب التي تميته فيصبح آنئذ ميتا، إلا إذا أحياه الله الذي يحيي الأرض بعد موتها. الله سأل أن يحيي قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويجعلنا من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.